البطل وديت جيتنا كل دقيقة تزيد محبتنا لمنين العين رحمت جيتنا والله ما نقول قول معانا العالي على أدينا نصرنا وانتي فوقك نشوفك تغلى للتيرا نزرع ايديك تشي بالربحة ورا الربحة والله ما درناكي الملعب التونسي النادي الرياضي الحمام الأنف زوز فرق أمام حتمية الانتصار في آخر جولة من مرحلة الذهاب. فريق الهمامة في ظل غياب إيزاكا يعول على خدمات مهدي بن ذيفلة، عمور الزكري على بنك البدلاء، محمود العذيبي وحميد جاوشي في المدارج. وضعية ما مثلتش مشكل للمدرب معين الشعباني. أنا عن كونفيونس توتال في الجولات الموجودين توا على ذمت معناتها المجموعة كاملة. Encore une fois, comme je l'ai dit, des jeunes, il faut l'expérience, ou Rome n'est pas faite en un jour. Il faut le joueur est à Rome. Malheureusement, les résultats ne sont pas positifs à l'heure, mais on était toujours satisfait du rendement. شوط أول ما شهدش فيه لصق كبير باستثناء بعض المحاولات لابناء باردو. هذه كرة طويلة في دفاع نادي حمام الأنف ما استغلهاش هجوم البقلاوة، ثم هجوم سريع من الجهة اليسرى، أشرف بن ذياف يتوغل يوزع كورته سهلة في يد الحارس العربي الماجري. البقلاوة تحاول من جديد، كورة ثابتة نفذها وليد الهجري، تسديدته تنقصها الدقة. الجهة اليسرى لهجوم البقلاوة مثلت الخطر، بغداد حركي ونشيط يتسرب يوزع مرة أخرى، العربي الماجري يتدخل. الملعب التونسي كان الأفضل في هذا الشوط، بن ذياف يتباطأ ويذيع الفرصة رغم موقع المناسب. هما زوز جمعيات بتاعي ونحبهم ولعبت فيهم، ولكن أنا في مهمة توا تابعة للإدارة الفنية لجامعة التونسية كرة قدم، من خلالها معناها قاعدين كل مرة نتطوروا وقاعدين ناخذوا في حاجات قاعدة معناها تقدم بها الكرة العالمية، من حيث معناها كما نقراوا ونتعلموا أمور تكتيك وتكنيك وفيزيك، زاد المدرب لازم تكون عنده فكرة على تقييم المقابلات وحده وكيفية تحليلهم وكيفية معناها أخذ المعلومة لتحضير مقابلة أو الاستفادة من متابعة مقابلة باش يحضر بها مقابلة تاع منافس آخر إن شاء الله. شو ثاني تغيرت فيه المعطيات، معين الشعباني يعدل الأوتار، عمور الزكري عمور السدي مكان المهذبي ومحرز بالرابح. مخالفة لابناء الهمامة، أخصائي الكرات الثابتة الشاذي شعار ينفذ رأسية الرسايسي يبعدها دفاع البقلاوة. الملعب التونسي حاول رد الفعل، تسديدة المنتدب الجديد فادي بن شوق سهلة في يد الحارس العربي الماجري. الشاذلي شعار نشيط جدا في وسط الميدان، يتلقى الكرة على خط 18، يراوغ ويسدد كورته مرة جانبية لمرمى المحواشي. 70 دقيقة لعب، فارس المسكيني من الجهة اليمنى يتسرب ويوزع، عمر الزكري مخزون كروي كبير يروض ويسدد يفتتح النتيجة بطريقة ممتازة. أبرز محاولة للملعب التونسي في آخر المباراة محاولة فردية من السوداني العربي المجري اللي يقدم مباراة كبيرة يتصدى ويؤكد تفوق الهمامة في شوط ثاني حسمه أبناء معين الشعباني، في حين يواصل الملعب التونسي نزيف النقاط في انتظار تعديل الأوتار في مرحلة الإياب. حلوا الوضعية نتاعنا معناها بكل معناها بكل جدية ونشوفوا شنو بالضبط المشكلة، اسكو المشكلة في الملاعبية في الانترنور، لازم نشوفوا الحل. ظالي بالنسبة لي أنا في الملعب التونسي معناها قمت بواجبي لآخر لحظة، مانيش معناها ما 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 معناها ما عندي ما بخلت على الجماعة، خدمت اليوم تفرجت معناها سيرتو بروميير ميتون معناها حمل ما كانش موجود. تجي كرة تتماركا بالنسبة للتونيزيان شفنا سوء الحظ وشفنا اليوم البنك فرق معناه شفتوا لي شونجمون اللي صاروا بالنسبة لحملم في زون في لا ديفيرونس. أنا بيرسونيلمون كنت نعرف اللي الفريشور فيزيك هي اللي باش تعطي في الآخر، سيتي ماتش دو سويت هذاك علاش خلينا عمر زكري وماهر صغير على البنك. فما بصراحة الضغط عشوا في حملم في المدة الأخرانية والانتصار كان كبير برشا باش ربما يرجع شوية الثقة. والله الفرحة صدقني للأولاد سفيان، أنا بلغة الكرة ملقح من البريسيون. معناها عايش في جمعية اللي كل جمعة بريسيون. توين شبل هذا؟ أنا شبل بالله شوف اخزر اخزر بالله اليوم الحمد لله كي ربحنا وهبط عطى البلوس هذاك هو اللي شو أوريكم معناها جروب وحدة سوليدير واللي يهبط ما يعرقش ما معناها ما يحسبش وما يتعبش على المريول ويعطي اللي عنده الحمد لله اليوم عمر جاب لنا كل أولاد جمعية
عمر زكري ومحمود العذيبي زوج لاعبين شابين قاعدين يقدموا في اداء كبير مع نادي حمام الانف. يعني زوج وضعيات مختلفه بالنسبه لنادي حمام الانف والملعب التونسي، حتى زوج مدربين كانت التصريحات نتاعهم مختلفه، واحد فرحان للاعبين نتاعو ولسعد الدريدي كان يظهر لي واضح عليه التاثر من الوضعيه الصعيبه هذه اللي عاش فيها الملعب التونسي. ضغط كبير على لسعد الدريدي اليوم، ممكن ثالث موسم ليه، لكن الموسم هذا ممكن ضغط اعلى بعد ما عمل الموسم طيب السنه الفارطه. الموسم هذا صراحه من اول موسم فما نقد كبير على لسعد اليوم. لسعد الدريدي بار اكزومبل ما عندوش ظهير ايمن في مباراه اليوم، تلزم يلعب خالد القربي في غياب المهذبي في غياب بن علي، دونك ما فماش ستابيليتي في الدفاع. يحاول بالموجود انه 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 انه, إنه, إنه, إنه يعطي احسن فريق. شفنا المباراه الشوط الاول براتيكمون كانت الملعب التونسي افضل وكان خلق العديد من الفرص، ما سجلش في الشوط الثاني. معين كما قال ظهر لي هو الى بيان جيري لو ماتش، عرف انه في الشوط الثاني اكيد انه بعد النسق الكبير هذا سي لو بلون فيزيك الملعب التونسي مش ينزل، ودخل الفريشور في عمر زكري وسجل. ظهر لي استراتيجيه نجحت، استراتيجيه الاخرى اللي بدا بها الاسعد كان حاب ياخو كما نقولوا من اول مباراه كما يعمل سي فوزي ديما في اول مباراه يحاول انه ينتصر. دونك اليوم كي نشوف وضعيه الفرق تصور انه حمل الانف وضعيتها تحسنت بارابور لاخر جولات بالانتصار اليوم، مقابل انه ملعب تونسي قاعد يتخبط في المشاكل ويزم تو في الفتره هذه يحاول انه يصلح ما يمكن اصلاحه.